ما بدي ما بدي ما بدي ما 3 مرات حلوا عني بقى ولو أمان نعط إيدك، بدك تأكل ما بصير. اسمعوا له وحياة الخالق ما ينفرقك، ما ماشي من هنا لا تتحش كل هاللي بالصينية ببطك، فهمت؟ لك ما بدي ما بدي كرشي وأنا حرفة. ولك العمى في عيونك ما إيش حشاك. لك والبالك ما بيصير هيك ما بيصير هيك أنا بعنى شوي شوي هذا حس حاس لأنه لو سلي انت افهم واحد فينا بالضيعة كلها علم فهم ثقافة ذوق ادب اخلاق بس يعني لا مؤاخذة يعني اللي عم تعمله ماله غير اسم واحد بتعرف شو هو جحشنا لك والحشي ما في اشحش منكن انتو فهموني بقى انا واحد لي قلق عندي مشاعر وأحاسيس هاي جحشنا هاي ولك جحشنا لأنه ما في مرة في العالم كله مستاهل الواحد يموت حاله مشانها معلش يا جودة عدم المؤاخذة يعني أنا موقفي مختلف عن موقفك من المرأة أنا بحترم المرأة ولك أنا مثلك بحترمها للمرأة ما في مرأة في العالم ما بحترمها العم علي ما علي بحترم النزوان كلهم أشرف به حتى ديبة بحترمها ريتني إلهي أحترمها هلا شو بدك مني انت ولا اخوي لك لانك انت عم بتقول انك بتحترم المراه واحترامك لها كبير كثير مشان هيك لازم تاكل ولازم تحش حش ما بدي اكل ما بدي اكل ما بدي اكل ما 3 مرات لك حلوا عني بقى ولو ما بدك تاكل عم في عيونه ما اتيسوا عم في عيون عيونه ما اتيسوا شباب استنى شوي رجعوني قلبي على وجعونتني باطنتني على هنا خيو انا عم فكر بشغله شو رايك هيك نرجع لعنده ناكل قدام وبركي بنشهنا من حمسه شو رايك هاي بناكل ليش لا خلص من حمسه ورجعت شو تعال خيو جايين ناكل جعنا تفضل خيو يلا ها بتبلش من مدوس المدوس لك عم شوف اوكلا بدي لعن ابو المكدوس عابو الشنجليش علي ما علي ما ضايقوا للاكل اذا بتجيبوا لي سوركه تركمانيه ها